الورشة هذه في تصوري أنا مش عارف اليوم احنا نضبطوا الخطط نتاعنا مع بعضنا لأنه مش قرار فردي أنه هذه حلقة من حلقات أخرى عاملين لها برنامجها وقاعدين نشوفوا في ممولين وإلا في شكون يتبناه لأنه كتابة سيناريو مش باش يكون في دو سيونس نتاع ساعتين كتابة هي دربة وهي طول نفس وهي تشطيب وهي تقطيع وهي غش وهي باش نوصل في الاخر البرودوي نعملوا نصوص نقترحوا نصوص من عيون الادب التونسي ولا من المدونه الاولى لرواد القصه التونسيه الدوره هذه إذا كان فما دورة أخرين، احنا باش نكونوا متفائلين ونقولوا فما دورات أخرين، حبيناها تكون أول حاجة نبعدوا على البوليميك أن ناخذوا نص جديد وش به نص فلان وش به مش نصيانة ونص فلان يولي خايب، حبينا نهربوا في الدورة التأسيسية هذه نمشيو للأوائل وهكا تكون تكريم لهم هما وانا جربت عملت ادابتاسيون قبل في ان سيناريو ونعرف اللي الادابتاسيون تاع برشا في الاخر تقول اي ادابتاسيون وانا تعبت تعب هذاك الكل واضفت وغيرت من من القصه عليها ما نعملش السيناريو نتاعي لا احنا نحبوا نرسيو التقليد هو ان نعطيو فرصه للكتاب التونسي وللرواية التونسية وللقصة التونسية, التونسية أنها تطلع علينا من جانب آخر غير دور النشر مع دور النشر بما أنه معنا ناشر نقول مع مش غير هي الشاشة ونعطيه فرصة لكتاباتنا نهار آخر أنها تكون ونعطيه فرصة للسينما أنهم يمشيوا لها ناس ينجموا يعملوا قصة محكمة ما فيهاش ضحك ضحك على الذقون على خاطر صحيح السينما دوتور هي السينما النضاليه واللي هي عندها تصور محترم جدا للسينما لكن هذا على مستوى التصورات على مستوى التطبيق ولا كل واحد يقول لك انا نعمل سينما دوتور ويخلط لنا خلطه كيف ما جاء ويجيب حكايه بلاش راس وبلاش سيس وهو اصلا ما يعرفش التصورات الجماليه اللي تقول عليها سينما تقوم على سينما دوتور